جايح ما تقدرش تدير واحد كريم حدا واحد بخيل، من المستحيل. حنا هذا الجهل حركة مجتمع السلم سلم من كل العيوب. ربي دار بها بالصالحين، دار بها ناس طيبين، دار بها ناس طيبين، دار بها ناس وزراء ما فيهمش البخلاء. قال لك واحد السيد كان يسكن في واحد الدوار، قال لك يبكي بحبه، قال لك هو ما يفوتش الشوارع، المن هو كان جدا من الباب. قال لك جميع شوارع الله يحضروا فيه، قالوا يا لطيف هذا الدار مولاها كاس تاع من يخرج. قال لك يا شوفوا واحد براوية طلبوا في الماء من حال عينه شتا كاين. قال لهم ودي ما عطاش الناس براوية ما عرفناش يعني نشربوا الماء، جاب لهم براخ راهي برد، خلوا شوية. قالوا هذا انسان بخيل، هذا كيف جاب راهي؟ مين شربوا ودعوا ربي وراحوا طلبوا طلبوا عليه شوية قد يسمح لنا. كنا نحضروا فيه وقلنا انسان بخيل ولا شتك ولا شرب براخ راهي. قال لهم ودي طاح فيه برما باش تقيسها. يعني احنا اللي هو في معنى المادة احنا كنا نشرب من حركة المجتمع السلمي والبلديات والولايات وكاع نتمنى ان شاء الله نبداو بالعيالات نتاعنا ومن وليداتنا ونخرجوا عند الجواري ومن الجواري نقولوا للشارع ومن الشوارع نقولوا للدواوير سمعتي ونطبقوا الدكور طابوس ونقولوا لهم بلي يا ودي احنا رانا بابيكم الخير والله ما رانا بابين صفات انفسنا رانا بابيكم ليكم الخير. هذه البلاد لو ماتوا فيها الصالحين ماتوا بكتش المسك وماتوا يعني جياع وقاسوا. كان الراجل اللي مات من هذا الدارس تعطيه الاصبع عشان ما يطلعش. والله والله يحلف لي واحد كان حاضر في المعركة شوار محتاج سلم عليه الحبة تاع عصاه بقينا ثلاث حبات يسلم عليها وقلها جبت رسول الله في الجهة ما تبديش الفور وسلم عليها سيتا تيري وديلي سنايبر يضرب بين عينين. والله العظيم لا كوشا مع صحابه من 27 يطيح يرز. حنا نطلبوا من رب العالمين هذه البلاد تاع الصالحين السفينة اللي رانا راكبين فيها من زجاج. قولوا الله يخرجها إلى بلد الأمان، قولوا الله يخرجها إلى شاطئ السلامة بسلامة.